مرحبا. خذ التوكيل، خلي معك إذا بدك. فينا نقعد معكم شوي؟ تفضلوا اطلعوا. أهلا وسهلا. لنكون ازعجناهم. اخي كريم مانو غريب، هذا كريم، سلمى. كريم وعائلته مستأجرين البيت تبعنا هون. اهلا وسهلا. اهلا فيك. وهي زوجته فاطمة، سلمى رفيقتي. شرفنا. الشرف الي. انا وسلمى كنا عم نتفتل، ولما عرفت انه قلنا بيت هون حبت تشوفه. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. انتو منتقلين عن جديد؟ حلوة السكنة هون. بتجنن. منطقتكن حلوة. قديش حبيت النبعة، عجبتني. ايه شو فيها عالصيفية؟ بتجنن ما هيك اخي؟ بجيبك لهون عالصيفية ان شاء الله. شو بتحبوا تشربوا؟ فاطمة سوينا شاي. يلا رح ساوي ابريق شاي. لا لا تعذبي حالي، اصلا نحنا رايحين. نشرب ومنروح. طيب ماشي. عن إذنكم. عن شو كنتوا عم تحكوا أنت ومرتك أخي كريم؟ ما في شي مهم. مين هاي البنت؟ هي رفيقته لفهمي. بدي ساوي لهم شاي. ساويت شاي لساته تازه. منيح لك. طبعا البيت ما كان هيك، كريم هو اللي اشتغل فيه. ايه يعني زبطته شوي. فهمي حكالي عنكم، قال متزوجين عن جديد. ايه صرنا شهرين. الله يهنيكم يا رب. ما صرنا زمان، هاي تاني مرة منشوف بعض. بس ليك لتعرف قيمتكم جبت لعنكم دغري. بالله شكرا لكم، شرفتوا. وانت بتشتغل بالصيف؟ لا، كريم معلم حدادي بس حاليا عاطل عن العمل. لساتنا جداد هون، بدي اتعرف على المنطقة بالاول. المنطقة كتير حلوة، فورا تتأقلم. لسه ما شفتي شي، بس اخذك على الغابة وقتها بتشوفي. سلمى ما فيها تطلع امتى ما بدها، لهيك دائما بنلتقى شي ساعة زمان بتروح على بيتهم. ونحن ما تعرفنا على المنطقة منيح، كنا مشغولين تظبيط البيت لهيك لسه ما عرفناها. خلونا نطلع لنا شي مشوار. مو هلا. ليش لا؟ فاطمة مشغولة شوي. خليها تأجل شغلها لبعدين. بعدين انا اليوم ما رحت على الشغل. العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. غير مرة. مو هلا. هالشاب ما في منه، إن شاء الله هالبنت كمان تكون مثله، بتتعرفي عليها وبتتسلي معها. خليها للظروف. لا وقفي، هاتي أنا بساعدك. ديري بالك. مشان الله وروحوا معنا. خليني شيل عني. لا ما في داعي. عذبناكي معنا. شو هالحكي، عذابكن راحة. شو رأيك اختي فاطمة؟ أنا وسلمى رايحين نتمشى هون شوي. كريم قال أنتو كمان ما شفتوا المنطقة. عم قول لو تجوا معنا، شو رأيك؟ لا ما فينا نروح. قصدي أنا ما فيني، إذا أنت حابب روح معنا. أنا قلت لهم إنه ما فينا نروح معهم. والله كتير حابة تروحوا معنا، مشان إذا شافنا حدا ما يفهمنا غلط، وخاصة خالتي إذا شافتني. لو توافقوا تروحوا معنا أنا بكون كتير مطمنة. إذا شافنا أي حدا وقتها بحسن قلو إنكن رفقاتي وعم اتفتل أنا وياكم. ما رح نطول كتير، يعني شغلة ساعة ودغري بنرجع. شو قلتوا؟ والله ما بعرف.
يلا فاطمة. ماشي. إيه هيك ها؟ حلو. نشرب كاسة الشاي ودغري منقوم على المركب. ماشي. أنا رح فرجيكم على القلعة. تتعبوا شوي بس تنبسطوا كتير. في كافيتريات هون، إذا تعبنا منشرب لنا شي ومناكل إذا جعنا. والله فكرة كتير حلوة. شو رأيك كريم؟ أنت دليلنا اليوم، خدنا وين ما بدك. منيح إنه إجيتي معي فاطمة، شكراً إلك. يلا غيرنا جو اليوم. طلع شايف هديك المركب الواقفة هنيك كريم؟ مرة طلعنا لك عليها لنصطاد، اصطدنا لك كل سمكات البحر. كل أصحاب المراكب تركوا شغلهم والتموا علينا. أبي عصب عليهم وكان بنص المركب وبلش يقول لهم روحوا من هون روحوا من هون وطردهم كلهم. شو هاد اللي هنيك؟ بسموها صخرة الغشم. وين كنتي عايشة قبل ما تجي لهون؟ البحر بأزمير. أنا من أزمير. بين هالشي من جمالك. وأنتي؟ أنا من هون، قصدي خلقت هون. عائلتي كل واحد من مكان. أبي مات وأنا وصغيرة وبعده ماتت أمي. العمر إلك. تسلم. ضليت عند خالتي ومن يوميتها عايشة عندها. بيتنا قريب، بقايلك زايدة هون. أنا ما بعرف ولا مطرح باسطنبول. بكرة بتعرفيها. أزمير مدينة حلوة كتير. ليش انتقلتوا على اسطنبول؟ بعد ما تزوجنا كريم حب يعيش هون. عملتوا زينة العقل وإلا ما كنا تعرفنا عليكم. شو رأيكم نقعد هون؟ لا أخي مانا تعبانين. طيب يلا هلأ بدي أشوف همتكم، في كتير أماكن لسه ما شفتوها ووقتنا ضيق. امشوا. لازم نعيد المشوار. لازم نلتقي كل فترة والتانية. كتير مبسوطة لأنه تعرفت عليكي. وأنا كمان. بيجي بزورك. بتشرفي. شكراً كتير إلك أخي كريم، قضينا يوم حلو كتير مع بعض. نحن اللي لازم نشكرك لأنك طلعتينا من البيت. اسمحولنا رح وصل سلمى لموقف الباص. طيب خلونا نشوفكم. مع السلامة.